يسعد صباحكم مشاهدينا، جاهزين لتمارين اليوم خفيفه لطيفه علينا وكمان كثير مهمه، فبدي اياكم تحضروا لي حبل مقاومه مسكر بهذا الشكل، وبدي اياكم تحضروا حبل مقاومه مفتوح بهذا الشكل. اكيد شده الحبل المقاومه انتم بتختاروها، ما بيهم اذا كانت قويه اذا كانت خفيفه، هذا الشيء بيرجع لكم، ولكن يفضل ان تكون متوسط مودريت. فرح نبتدي بتمارين الاحماء، وهي مش ضروري كثير نحمل لانه هي تقريبا هذول التمارين تعد تمارين ماخوذه من العلاج الطبيعي، واللي دائما عاده اذا كان عندنا ضعف بالعضلات، اذا كان عندنا مشاكل احتكاك وخشونه، ممكن ما يكون قادرين انه نعمل تمارين مثل سكوات ولانجز، في تمارين معينه ممكن توجعنا اكثر او تحسسنا بالالم، فهدول التمارين فينا نبتدي فيهم لحد ما نحس بالعضلات قويت اكثر، او فينا نستعملهم بديلين اذا كنا مثلا بدي اقدر انزل سكوات ما بقدر انزل، فبالتالي انا بستعمل هدول التمارين لحتى اقوي العضلات بدون ما اوقف رياضه، لانه اغلب الناس بتعمل هيدا الخطا، اذا كانت تتالم او كان عندها مشاكل بالمفصل او بالركبه شو ما كانت بتوقف رياضه، فنحن كثير مهم انه ما نوقف رياضه، في دائما تمارين بديله، فخذوها بعين الاعتبار. رح احط اول شيء حبل مقاومه فوق الركبه، ورح نبتدي بالتمارين على طول لانه هي التمارين مثل ما قلت لكم جايه من العلاج الطبيعي والرهاب. رح نستخدم الكرسي كنوع من التوازن حتى يساعدنا على التوازن، حتى ما كثير نحط ضغط اذا ما كنا حد شيء، ده عاده نستعمل ضغط اكبر. فرح اجيب الكرسي لقدام هذا الشكل، وبدي اياكم تبتدوا اول شيء انكم تعملوه انكم تفتحوا رجل بعرض الحوض او اكثر شوي، اوكي، وتحاولوا شوي شوي بس تاخذوا الحوض لورا، تنزل شوي، تحطوا وزن على الكعب، انتبهوا الركب يكونوا بعاد، نرجع نطلع بس بهذا الشكل، اوكي؟ كمان زيت الشيء فيني حط الكرسي بهذا الشكل حتى اتاكد انه الظهر جالس، اني لما انزل كون مهديه بالكرسي على الكعب، وانتبهوا بهيدي هذا التمرين ما تنزلوا هيك، كثير غلط اني احط الضغط على الركب، لا لا لا، لازم شوي شوي بكسر من الحوض بالاول، الوزن على الكعب، شايفين الركبه ما كثير بتجي نفس الخط مع اصبع الرجل الكبير، وما تنزلوا كثير بالبدايه، اوكي؟ خاصه اذا كنتوا بتوجعوا، افتحوا الركب على برا، استعملوا حبل المقاومه شوي شوي، الظهر جالس نص، برجع بضغط من الكعب وبوقف، اوكي؟ لما بوقف بحس، لما بمدد الركبه لازم احس بالعضلات الاماميه شدت قبضت على بعضها، اوكي؟ فعلى مهل بنزل ظهر جالس، الركب مفتوح على بعضها وبطلع. هنعمل 10 مرات، 1 2. كثير مهم هدول التمارين انه نستعمل الانقباض والانبساط، الانبساط العضلي، فانا هون عم بشتغل تكنيك اكثر، عم بشتغل بطء اكثر حتى اقوي العضلات، مش سرعه ابدا. اهم شيء نعملها صح، لانه اذا ما عملناها صح ما بنستفيد شيء، ما بنقوي العضلات الاساسيه، وبنزيد اذا كان عندنا الم بنزيد الوضع سوء، فنحن ما بدنا نوصل لهون. 2 بعد، على مهل ظهر جالس، حط الوزن على الكعب، فينا نهدي شوي، اوكي. اخر وحده بدي اياكم تتاكدوا، شوفوا اذا بدكم مريحتكم، اذا الوضعيه سليمه، ثبتوا هون الركب على برا، تاكدوا انكم داعسين على الكعب مش على اصابع الرجل، الظهر جالس، انا هون عم بفتح على برا، لازم تبلشوا تحسوا بحريق بالفخذ كامل، اوكي. وكمان زيت الشيء لازم تحسوا، يمكن اوقات العضلات عم ترجف، هيدا شيء طبيعي، بيكون عندنا عضلاتنا عم تشتغل بشكل صحيح. رح نوقف شوي، رح اخذ نفس، رح خفف شوي شده التمرين. بعد السكوات رح اعمل تمرين كثير مهم، رح احط رجل وزني على الرجل الاماميه، الثانيه اللي ورا رح استعملها حتى اكبس افتح ركبي على الاخر، فلما بفتح ركبي على الاخر بكون عم بعمل عم بقبض عضلات الفخذ الامامي، فعم مرنها يعني عم قويه بالانقباض والانبساط. بوقف هون بس، كل اللي رح اعمله ثبت وزني هون، اوكي، هي ما بتتحرك، هيدي شادي الحبل المقاومه للامام، رح افتح، شايفين طلع على الرجل اللي ورا كيف عم ترخي، بس عم شدها لقدام، ما عم تتحرك، ثابته، ثبيت عليها وعم بشتغل بس رخي هيدي، ورجع افتح ركبي امددها، فبتنقبض العضلات الاماميه، لازم تحسوا فيها على طول. 3 4، شدوها كثير منيح، ثبتها شوي، 5 6، كثير تركيز، 7، شايفين كيف عم مد هدي عم حس بالعضلات، 8 9، اهم شيء ما تحركوا معكم امامي، يعني ما بروح وبيجي مع القدام، هيدي بثبت فيها، بخلي الظهر جالس قد ما فيه، بشتغل باللي ورا، بس برخي ركبي
وبرجع مدها على ورا، بأخذ كبي فالقدام ابدا مثبتي كاني مستخدمتها حتى ثبت فيها حبل المقاومه، والثاني بس اللي ورا عم تشتغل. بنفتح ركبي برجع برخيها، بنفتح ركبي برجع برخيها. كثير مهم اني اركز مثل ما قلت لكم، اذا ما في حدا حدكم يقول لكم اذا عم تعملوا صح ولا لا، يفضل انكم تكون حدكم مراية تشوفوا حالكم اذا انتم عم تعملوا الحركه صح او لا. اخر مره بشده كثير منيح برجع برخي. هلا من هون رح نضلنا بحبل المقاومه قبل ما نشيله نشتغل بالثاني. اللي رح اعمله رح اشتغل على عده اتجاهات اللي هي اماميه جانبيه وخلفيه، وحط وزن على رجل وحده زيت الشيء، حط وزني على هيدي الاماميه. هلا هون بدي شو بدي اعمل؟ بدي احاول اخذ الحوض على ورا مش لقدام، انتبهوا هيدا بيضغط على ركبي، على ورا بحاول اني اوصل ابعد نقطه بقدر فيها باصبع رجل وارجع اطلع. وزني على الكعب، لازم احس هيدا الكعب عم يضغط بالارض، ركبي مش لقدام ورا، حوض ورا، اوكي؟ تاب ورجع واطلع. رح اعمل 5 مرات على كل جهه، 3 شوي 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 على ورا، بضغط ابعد نقطه، 4 ابعد نقطه، 5. هلا بدي روح زيت شيء على جنب، حط وزني هون، ما رح روح معه واجي، رح ثبتها، اوكي؟ وروح قد ما في، شايفين بشده بثبتها هون، وبروح ابعد نقطه بوصل عليها على جنب ورجع بطلع. على مهل برجع بطلع، ثبت ثبتها هون، ما بخليها تروح مع رجل الثاني. اخر مره تاب وبرجع بطلع. زيت الشيء رح نروح على ورا، انا مثبتي الوزن هون، رح ثبت الركبي قد ما فيه، ورح حاول اني اروح ابعد نقطه وارجع اطلع. على مهل ابعد نقطه بقدر عليها وارجع اطلع. هيدا الشكل، ورا نرجع نطلع، ورا ونرجع نطلع. فلازم نعمل جميع اتجاهات 5 5، بنبلش بنريح بنرجع بنعيدهم، او 10 10 اذا كنا قادرين نتحمل نكمل 10. هلا اكيد بتعيدوا على تاني رجل، بس انا ما رح الحق اعطيكم، ما رح الحق اعمل معكم تاني رجل، لازم نعمل نشتغل بباقي التمارين. فرح ناخذ حبل المقاومه الثاني، رح نقعد على الارض تقريبا زيت الشيء. كل اللي عم نشتغل عليه هو انقباض وانبساط للعضله. فرح اخذ، رح اعطيكم امثله، رح اطوي هيدا الرجل خليها على جنب مرتاحه، رح اخذ حبل المقاومه المفتوح، شد قد ما بقدر، اذا هيدي بتوجعني فيي قرب ايدي بس لقدام. هون اللي رح اعمله زيت الشيء رح اشتغل على ركبي، اللي رح اعمله رح تكون الركبي رخوي بهيدا الشكل. كل اللي رح اعمله رح ثبت ايدي بس، رح مد ركبي وشد حتى يطلع الكعب مثلي عن الارض وارجع رخي. رح نشتغل بس على ركبي، 1 2 3 4 5 وارجع رخي، ارجع 1 2 3 4 5 وارجع رخي. هيك بنكون عم نقوي عضلات الفخ الامامي والاربطه بهذا الشكل، بعد ما عملنا شوي تمارين توازن احنا واقفين مع تقويه العضلات. زيت الشيء بنعمل زيت الشيء على ثاني رجل، بحط رجل على ورا الظهر جالس، ثبت ايدي ما بستعملهم، بس بشد الركبي حتى يرتفع شوي نتفي صغيره كعب الرجل عن الارض، شايفين؟ برجع برخي، برخي ركبي، برجع بشده وبثبت كمان اقل شيء بنبلش 5 تكرارات. وهلا بنروح على عضلات الرجل الخلفيه، فرح احط الحبل المقاومه هون، فيني اعمله وانا قاعده اسهل. زيت الشيء اللي رح اعمله رح ثبت ايدي، رح حاول اسحب لعندي واضغط سحب على الارض. هلا يفضل يكون في شيء تحت رجلكم بزحلق كرمال تمشي رجلكم بشكل صحيح، فهي لازم تطوي بهذا الشكل، واكبس بالارض واضغط لورا لحتى تمد على الاخر. فانا هون بكون عم شغل عضلات الرجل الخلفيه وعم قويه، لانه لما بتشتغلوا لازم، لما بدنا نقوي العضلات او نقول انه انا عندي عضلات قويه وصحيه للعضلات اللي حول الركبه كامل والاربطه، فلازم اشتغل عضلات من جميع الجهات، مش بس ركز على الاماميه، لازم ركز على الاماميه الخلفيه والداخليه والخارجيه. مشان هيك بننوع بالتمارين، بنعمل عده تمارين، ما بنستخدم تمرين واحد، لانه ما في تمرين واحد سحري لحتى يقوي لنا العضلات، لازم نشتغل على عده عوامل. بنعرف انه في عنا عضلات كثير لازم نشتغل عليها ولازم ننوع كثير كرمال نوصل للهدف اللي هو نقوي جميع العضلات. كل هدول التمارين اقل شيء بتبتدوا 5 وعيدوهم 2 3، بعدين فيكم تزيدوا الاعداد اكيد ل10 تكرارات اقل شيء 3 مرات، واكيد حافظوا انكم تعملوهم 2 3 بالاسبوع ميلاد، لانه ما بيجي من مره واحده. ممكن في ناس ممكن تفكر تعمل مره 10 ايام لا او شهر تنسيهم، بعدين تقول ما قويت عندي العضلات.
ثلاث مرات بالأسبوع أقل شيء تقول لنكون أكثر سيف، إذا ما عندنا وقت مرتين بكفي، بس نكون الاستمرارية هي دائما للنجاح. الهدف هي الاستمرارية، مش يعني قدي بعمل، مش ضروري أعمل كل يوم. أقل شيء أعرف أنا وقتين مرتين إلى ثلاثة كثير مهم إنه نسابر عليهم، والمواظبة عليه، مواظبة استمرارية. شكرا لك، يعطيك العافية فرح على هذه التمارين المفيدة.